بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن كتاب مهم جدا خاص بالسولر، الكتاب بعنوان اوف جريد سولار باور ميد سيمبل. طبعا احنا بنتكلم او بيتكلم الكتاب عن انظمه الاوف جريد. الاوف جريد طبعا الكتاب بيدي سيمبل جايد تو بيلد اند انستول سولار باور بانلز فور هومز والكابنز والفيكلز. طبعا هنا بيتكلم على انظمه الاوف جريد في المنازل وفي الكابنز في الكباين الكرفانات في السيارات، تمام؟ يبقى هو مركز على الاوف جريد سولار باور سيستم. طبعا الكتاب لكريس نويك، كتاب مهم جدا، كتاب لكريس نويك. طبعا هنا لو انت شفت كده في الصفحه الاولانيه من الكتاب، ادي نظام طاقه شمسيه، الشمس والالواح والسولار كنترولر او الشارجر كنترولر والبطاريات والانفرتر، وبعد كده رايح مغذي احمال اي سي. طبعا الشارجر كنترولر او البطاريات او الانفرترز دي المكونات الرئيسيه اللي احنا بنستخدمها، تمام، في انظمه السولار سيستم. هو مركز هنا على الاوف جريد سولار باور سيستم. طبعا احنا عارفين التقسيمات الرئيسيه، في عندي اون جريد واوف جريد. زي ما احنا شايفين الكتاب ده تقريبا 109 عفوا الكتاب 99 صفحه، تمام، الكتاب لكريس نويك، عنوان الكتاب اوف جريد سولار باور، تمام. المحتويات بتاعه الكتاب، وده اللي احنا هنبدا نشتغل عليه، نشوف الكتاب ده بيتكلم عن ايه او ايه المواضيع اللي ممكن تفيدك لو انت بتدور على المواضيع دي، هتلاقيها مشروحه كويس جدا داخل الكتاب. طبعا اتكلم في الاول على How are electricity generating turbines used؟ و when do you calculate electricity؟ بيتكلم بنظرة عامة عن الكهرباء بصفة عامة، تمام؟ وعلوم الكهرباء سواء كانت الستاتيك والماجنتيك، تمام؟ والالكتريسيتي الباتريز، بيدي عن الباتريز How electricity is generated؟ الكهرباء بتتولد ازاي؟ ميجرينج، تمام؟ الالكتريسيتي ازاي ابدأ اقيس الكهرباء؟ وبعدين بيدي شوية معلومات رئيسية أو الفاندامنتالز الخاصة بالإلكتريك أو الإلكتريكال سيركت، الدوائر الكهربية بصفة عامة. بعدين بيبدأ يتكلم على أنواع الألواح المستخدمة في الطاقة الشمسية السولار بانلز، أوفر فيو على الأبيرنس أوف المونو كريستالاين والبوري كريستالاين والأدفانتجز الخاصة بالمونو كريستالاين. يعني هو هيبدأ يتكلم عن المونو والبولي، تمام، والمالتي كريستالاين طبعا، وبيتكلم على ايه هي مزايا المونو كريستالاين، تمام. بعد كده بيتكلم على السولار تشارج كنترولر، مهم جدا كتاب طبعا عن الاوف جريد، فانت يعني هنا بتتعلم منه السولار تشارج كنترولر، متعمق فيه كويس جدا وبيتكلم عنه بالتفصيل. السولار تشارج كنترولر، تمام، ده مكوناته ايه وبيعمل كنترول ازاي على الالواح او على البطاريات، تمام. وبعد كده بتكلم على الانرجي ستورج تكنولوجي اللي هي التكنولوجيات الخاصه بتخزين الطاقه او البطاريات بصفه عامه، البطاريات العمر الافتراضي بتاعها كام، السيفتي في السولار باتري. بعد كده بيدخل على الانواع المستخدمه في الطاقه الشمسيه زي الليد اسيد باتريز، طبعا هنا بتكلم شويه عن الليثيوم ايون باتريز والسالتور باتريز، تمام. بعد كده بيتكلم عن ازاي احنا نختار الانفرتر، السليكشن اوف الانفرتر، ازاي انا اختار هاو تو بيك اب ذا او هاو تو بيك ذا انفرتر فور يور نيدز، اختار ازاي الانفرتر اللي انا محتاجه بما يتطلب او بما يتطلبه الاحمال بتاعتي او طبيعه الاحمال بتاعتي. بعد كده الموبايل انفرتر والاون جريد ويزاوت باك اب، ويتكلم بعد كده على اللارجر سيستمز او الانظمه الكبيره بتبقى بتتكون من ايه. هاو تو انستول السولار باور سيستم، ازاي ابدا اعمل انستوليشن او تركيبات انظمه الطاقه الشمسيه، في خطوات هتساعدني في عمليه التركيب، سام ستيبس تو هيلب يو يوزنج ذيم اور لوز ذيم، يا اما استخدمهم. طبعا يعني مهم جدا تستخدم الخطوات اللي هو قايل عليها في عمليات التركيب، وبيدي لك تيبس خاصه بالانستوليشن، وبيدي لك برضو تيبيكال سولار باور سيستم، البي باك تايم بيبقى في حدود كام، تمام.
هل انت محتاج للبطاريات ولا لا، او النوع ده من البطاريات او كمية البطاريات دي ولا لا، do you need these batteries. بعد كده بيديني ال دي اي واي سولار، بنتكلم عنها في التفصيل ايه هي الدي اي واي سولار، وازاي اعمل ازاي يعني اتعلم اكتر عن السولار بانلز، وتيبس خاصة بالبيلدينج سولار بانل اند الماونتنج، زي التركيبات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية، وازاي نعملها ستوريشن او اعملها بلاجز او اركب اللوحات بتاعتها. بعد كده الابليكيشن اوف السولار باور سيستم، بيتكلم عن السولار انرجي بينيفيتس، ايه فوائد السولار انرجي، التاكسس بينيفيتس، كواليفيكيشن. بعد كده بيتكلم عن السولار انرجي بتستخدم ازاي في العالم كله، والانكريزد جريد بروتكشن، الحمايات الخاصه بالانظمه الخاصه بانظمه الطاقه المتجدده بصفه عامه، وابليكيشن في البيوت، تمام، ابليكيشنز ان هومز، سولار ووتر هيتر، بتكلم عن الهيتر او السخانات الشمسيه، السولار اوت دور لايتس، الاناره الخاصه بالطاقه الشمسيه، الكوكرز، والسولار بيلدينج هيتنج بصفه عامه، وتطبيقات في الفيكلز، في المركبات او السيارات، الاتوبيسات الكهرباء، السكوتر الكهرباء، تمام، تطبيقات في الاندستريز. وبعد كده بتكلم عن السولار باور فور التليكوميونيكيشن نتورك، الكلام ده مهم جدا، يعني هو جايب لك تطبيقات خاصه بالتليكوميونيكيشن، انظمه الاتصالات وشبكات الاتصالات، انظمه خاصه بالبوتس، بالسفن والمراكب والقوارب، بالكابينتس او بالكابينات، او نقول عليها الشيلتر مثلا، او نقول عليها الكرفانات، او ده كله تبع الكباين، تمام. المينتنس اوف سولار باور سيستم برضو بيتكلم عن عمليات الصيانه الخاصه بانظمه الطاقه الشمسيه، تمام، والورنتيز او الضمانات الخاصه بانظمه الطاقه الشمسيه. بعد كده بيتكلم عن المونيتورنج يور سولار باور سيستم كونكلوجن، ريبيرنج اند ريبليسنج السولار بانل، ازاي اقدر اعمل مونيتورنج واقدر اشوف السولار بانل سيستم بتاعي كاملا. طبعا هنا بيبدا يتكلم زي ما شفنا الانترودكشن، هيبدا يتكلم عن الكهرباء بصفه عامه، تمام، وبعدين بيتكلم طبعا عن الستاتيك الكتريسيتي والماجنتيك والالكتريسيتي بصفه عامه. بعد كده بيتكلم عن الباتريز وانظمه البطاريات المختلفه، وايه فكره البطاريات، بيتكلم عن الجنريتورز، تمام، او الجنريتد باور او ديستريبيوتد جنريشن او الجنريتورز بصفه عامه، تمام، واتكلم عن ازاي ببدا اقيس البارامترز او الميجرمنت اوف الكتريسيتي، استخدم الافو، اس تيار، جهد باور، وهكذا، تمام، واجهزه القياس المختلفه. بدا يتكلم لي عن الدوائر الكهربائيه، بطاريه ولمبه وسويتش، وازاي العمليه التحكم بتتم. اتكلم عن انواع الاي سي والدي سي. بعد كده بدا يتكلم عن السولار باور سيستم كومبوننتس، زي ما قلنا اتكلم عن السولار بانلز، بيتكلم عن البيلدينج نفسه بصفه عامه بتكون ازاي. طبعا بدا يتكلم عن المونو كريستالاين والبولي كريستالاين وايه الفرق بينهم. وبعدين بدا يتكلم في الجزء المهم جدا، السولار تشارج كنترولر، وازاي الكنترولر ده هو اللي بيبقى متحكم في انظمه الاوف جريد. ادي عندي السولار كنترولر، وهنا طبعا بيدخل السولار كنترولر البانلز، سولار بانلز بتدخل على السولار تشارجر كنترولر والبطاريات واللودز، وبالتالي هو بدأ يدخل في أنظمة الأوف جريد والتصميم بتاعها، تمام. بتكلم شوية عن البروتكشن أو أنظمة الحماية الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية، بتكلم طبعا في التشارجر كنترولر عن البالس ويدث موديوليشن سولار تشارجر كنترولر، وبعديها اتكلم عن الام بي بي تي الماكسيمم باور بوينت تراكنج سولار تشارجر كنترولر، وازاي بيعمل عمليه التراكنج او عمليه التتبع. اتكلم عن انظمه الطاقه الشمسيه اللي احنا شغالين بيها من ناحيه الفولتج، ذا باتري بيز فولتج اللي هم 12 او 24 او 48، طبعا في 36 فولت بس المنتشر ال 12 وال 24 وال 48. بعدين اتكلم على الانواع بتاعه الباتريز المختلفه، الليد اسيد باتري والليثيوم ايون باتريز. وبعد كده بدأ يتكلم عن اليوزنج سايزابل كالكوليترز، طبعا هنا بيبدأ يتكلم ازاي انا اصلا بعمل عمليات الحسابات الخاصة بالبطاريات،
ابدا اتكلم على الداونلود ديبس او الديبس اوف ديس تشارجنج الخاصه بالبطاريات، الباتري لايف والباتري الورنت الضمان بتاعها من المانيفاكتشرر. فبدا اتكلم عن الانواع المختلفه من الاستورج او من البطاريات. بعدين بدا يدخل على ليد اسيد باتريز. تمام، احنا بنستعرض الكتاب بسرعه كده بحيث ناخد عنه فكره سريعه. هنا بدا اتكلم على سيلكتنج الانفرتر، ازاي بختار السولر انفرتر بتاعي بحيث يتناسب مع الاحمال او اللودز المختلفه. تمام، طبعا في اون جريد ويزاوت باك اب، من غير ما يكون في عندي حاجه بتعمل لي باك اب. ازاي بعد كده بتكلم عن الانستوليشن اوف سولار بانل سيستم والخطوات اللي بتساعدك في عمليات التركيب. تمام، بيتكلم عن التثبيت وزوايا التثبيت في انظمه الطاقه الشمسيه المختلفه. خد جزء على الابليكيشن، ده مهم جدا. طبعا هنا بدأ يتكلم على السولار انرجي بينيفيتس، ايه هي فوائد السولار انرجي، وعمل يعني فوائد كتيره، ذكر فوائد كتيره للسولار انرجي. وبعدين بدأ يتكلم على الابليكيشن او التطبيقات الخاصه بالسولار انرجي. بدأ يتكلم هنا عن السولار ووتر هيتر، يدي فكره عنها. تمام، وهي شغاله ازاي. الابليكيشن في الفيكلز، يعني هو بدأ هنا يقول لك والله انا عندي ادي الشمس وادي السولار بانلز والباتريز، والنظام هنا شغال مثلا 24 فولت مضخة او موتور دي سي وواحد هورس باور واحد حصان. تمام، وبيدخل على الجزء اللي بيحرك الووتر ده، وبعد عفوا اللي بيحرك الويلز او العجلات بتاعت الفيكل، وهو بيقدر يتحكم فيها من خلال ان هو يحولها اي سي ويبدأ يجر السيارة دي. فهو بيتكلم على تطبيقات في الالكتريك او الالكتريكال فيكلز. تمام، الموجودة عنده كأحد التطبيقات. طبعا بعد كده بيتكلم عن التطبيقات المختلفة للسولر في التليكومينيكيشن، أنظمة الاتصالات. تمام، في البوتس بيتكلم عليها، في الكابينتس. تمام، في البيوت بصفة عامة، يعني في الهوم. ده ملخص الكتاب، كتاب بسيط جدا. انا حبيت استعرض بس في الفيديو ده مع حضراتكم الكتاب بعنوان اوف جريد سولار باور سيستم. تمام، كتاب بسيط تقدر ترجع له بسهوله، تقدر تشوف المحتوى بتاعه. ان شاء الله الفيديو يفيدكم، وهيكون موجود رابط تحميل الكتاب مع الفيديو. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.